أهم إشي عندي مع أطفالكم خصوصا الأطفال الصغار، ما تنسوا 3 أشياء. بديش أطول على الأطفال وبعدين بدي أرجع لإلكو ولولادكم اللي موجودين في البيت معكم. ما تنسوا 3 أشياء، وأكيد أكيد أنتم بتعرفوا أكتر مني بهاد. ما تنسوا الأنشطة الحركية لإلهن، أنشطة ممتعة، ما تنسوا، الله يرضى عليكم. هذا أول يمكن طلب مني إلكو اللي تضلكوا تذكروا حالكو فيه. تاني شي مهم كتير عندي، ما تنسوا القصص. القصص بتعملهن حياتهن سعيدة مثل تماما الأنشطة الحركية الممتعة، ما تنسوا. وبدي أحط بين قوسين قصة اللي أنا كتبتها، طبعا أنتوا أكيد عارفيني من أنا جسم كشكش. وبدي أقولكوا ليش بدي هاي القصة. أنا كنت مع جمهور أطفال اللي هني مش بجيل الأطفال الصغار، إنما بجيل الجسماني، بجيل صف سابع، يعني صاروا 12-13 سنة. ودخلت على هاي المجموعة وحكيت لهن جسم كشكش، وكانت في ملاحظة من طفلي من البنات، لأنه هني بجيل 5-6 سنين عقليا ذهنيا. جسم كشكش بتحكي على المنحرف اللي بتعدى بتحرش بالأطفال، وكشكش واجه هذا النوع من الأشخاص اللي هو منسميه بين قوسين البيدوفيل. فكان تعليقها بصوت عالي إنه شو خص هذا ولد وولد. فأنا عرفت إنه لازم إحنا نعمل توعية وقاية لهذا النوع من الأطفال اللي نضج جسمانياً، نضج جنسياً، بس ذهنياً ما بعرفش. فضروري لإلكو إنكم تنتبهوا لهذا. هذا النوع. الوصية الثانية لإلكو. الوصية الثالثة ومهمة كتير، تضلكوا تستخدموا الأغاني الترقصية اللي من لما يخلق، يا باح يا باح، يا زهر التفاح، هودي بعيا كركارة. هاي أغاني ترقصية إحنا مجتمعنا بعرفها، وأنا سجلتها بحلقتين باليوتيوب، وبعد بدي أسجل كمان. مثلا أنا ألفت بسلسلة هنا هنا يا هنا يا ست الستات، كل واحد من أولادكم بتسموا اسمه هنا يا هنا أميرية الأميرات، ويلا يا بابا يلا. هاي أغاني ترقصية اللي لا أولادكو ولكل الأولاد بتمتعهن وبتبسطهن. وإذا بتلاحظوا الثلاث توصيات اللي أنا أعطيتكو إياها، هي أنا بدي أمتعهن وأبسطهن، لأنه أنتو عندكو أولاد معروف عنهن إنهن أولاد الحب. هاي بالنسبة لأطفالكو. وإذا في عندكو أي سؤال بدكو سجلوا لي نحكي عنه. هاممني أكتر حقيقة من هاد الثلاث توصيات لإلكو. أنا بدي إياكو تنتبهوا لكمان أكم توصية أنا حابة أن أحكيها معكو اليوم، لأنه فرصة ذهبية أن ألتقي فيكو. أول توصية، بدي كل يوم الصبح تقومي بدون ما تطلع حالك بالمراي، بدون ما تشوفي وجهك، تقولي أنا بدي أكون بشوشي، أنا بديش أحط هون عقدي، لأنه هاي العقدة بتعمل لأولادك وبتعمل لك أنت كمان تقدير ذاتي متدني. أنا بدي إياك تكوني بروح مرحة، وكل ما انتبهتي لحالك بخلال النهار وانتبهتي أنك بديتي تعقدي كمان مرة العقدة هاي، الله يرضى عليكي، الله يحمي لي إياكي أنك تقميها تمحيها، وتضلك تتذكري انه ربنا وهبك هالإنسان أكيد لحكمة، هو عنده حكمة. وأنا كيف شايفتكو أنا حاسة إنكو أنتو ناس كتير مقدرين وجودكو مع هالولد اللي الله أعطاكو إياه. فروحك المرحة ضرورية. السكتار اللي بدي يقولوا لي إلهام، اللي إيده بالماي مش زي اللي إيده بالنار، أنت قاعدة بتحكي من منطلق اللي ما بتعرفي قديش إحنا علينا مسؤوليات وعنا تراكمات، اللي ليش أنا
أول جملة بدك تقوليها ليش أنا؟ وأنا بفهمك وأنا حاسة معك وأنا عارفة قديش أنت مضغوطة، هذا بساعد هنش لأولادكم. بدك تقولي أنا اختارني ربي عشان أنا أكيد مميزة. كيف بده يصير هاد؟ بدي أقول لك كيف. مهم كتير عندي، غير إنك الروح المرحة تبعتك وغير إنك تقيمي العقدة من هون، تعملي استراحات. الاستراحات هني بيساعدوكي على إنك تبتدي ترجع الأكسجين. كل ما تراكمت الساعات بالشغل كل ما الأكسجين عندك خف، بطلتي تقدري تتنفسي. وأنا بعرفها هاي من خلال الشغل في كل المؤسسات المنظمة اللي بتعرف إنه كل إنسان ما بيقدر يتراكموا الساعات عليه، ما بيقدر، ويضل بنفس نشاطه من أول ساعة. ليه؟ لأنه جسمنا وعقلنا وعاطفتنا بتصير شوي شوي تتسكر، يعني بتسد الهواء، بتسد الأكسجين. فعشان هيك إذا بتلاحظوا كل 3-4 ساعات، حتى بالمدارس، حتى بالمؤسسات الحكومية، لازم نعمل استراحة. والاستراحة هاي مش عشان نضلنا نفكر باللي كنا فيه، الاستراحة هاي عشان نقدر نتنفس. فبتقدر تعمليها بإنك تاخدي شهيق زفير 20 مرة، تقدر تاخديها في إنك أنت تضحكي شوي، تفوتي لجسمك بالاستراحة جو جديد اللي يخليك كمان تكوني مبسوطة. وهالاستراحة هاي بتعطيك التجدد. إسه في اعتراض منكم، أنا متأكدة، بده يقول لي إلهام منين أجيب الاستراحة؟ كيف أجيب الاستراحة وأنا بحالي من الدوام بشغل دايم؟ أنا بعرف هاد لازم يكون للطفل هذا اللي أنت معه عنده أطر. لما يكون بالإطار اللي أنت مش مسؤولة عنه، هون أنت استراحتك. فإذا لجسمك، لعقلك، لعاطفتك، أنت بحاجة لأنك بالأول تضلك بروحك المرحة وتقيمي هاي العقدة وتعملي استراحات. الآن ثالث شيء مهم عندي كتير إلك، أنا بعرف إنه أنت بدك تقولي أنا عم بضحي، أنا بدي إني أوهب نفسي وروحي وعقلي لهالمخلوق اللي الله أعطاني إياه. بنفعوش، بفدوش. مش راح تكوني أعطيتي أكتر، إنما أعطيتيها أقل، لأنك نسيتي حالك. فأهم إشي ثالث نقطة بدي إياكي إنك تنتبهي لها، ما تنسي حالك. إذا نسيتي حالك معناه أنت بديتي تضغطي عليه وعليكي. في عندك أنت من لما خلقتي الله أعطاكي تميز، وأعطاكي هالولد، أعطاكي هالبنت. التميز هو موهبة، هو هواي. ما تنسي هذا. ما تقولي أنا إسا مش وقتي، بنفعش ولا بنفعك. أنت بتختنقي وهو بيختنق، إسا وقتك. بدك تتذكري إنه هالموهبة تبعتك، هالهواي تبعتك ما تخنقيها، بدك تطلعيها، بدك تطوريها، بدك تبدي تشتغلي عليها. كل ما شافوكي ولادك بالبيت انت قاعدة بتهتمي بحالك وبموهبتك وبهوايتك، كل ما طاروا أكتر. وأنا بشبه هذا تماما زي الطير، بدك تحلقي. كيف بدك تحلقي؟ ما تحطي على جناحاتك تقلات. هدول التقلات اللي بتحطيهن على جناحاتك بخلوك تضلك توقع على الأرض، ويوقع معك ولادك وهالولد اللي الله أعطاك إياه. عشان يحلقوا جناحاتك بدك هدول التوصيات اللي أعطيتك إياهن.
ثلاث توصيات مهمات كتير عندي. روحك المرحة وضلك بشوشي، روحك المرحة بدك تخلقي أجواء كل ما شفتي إنه العقدة رجعت، لا لا لا، الهام مش لازم يكون عندك العقدة هاي، لأنه مش عم ساعتها أنت مش عم بتقومي بواجبك، عم بتقلي على جناحاتك. تاني شي استراحات، كل ثلاث ساعات أربع ساعات لازم يكون عندك استراحة، والأهم من هذا كلياته ما تنسي حالك، ما تنسي حالك، ما تنسي إنه الله أعطاكي تميز، أعطاكي هدية ما تدفنيها. كل ما دفنتيها خنقتي حالك وخنقتي هالولد والولاد اللي معاه، بدك تحلقي فيها عشان جناحاتك يعلو وتطيري لفوق. الآن النقطة اللي بعدها، وبعدين بدي أسمعكم إذا في أسئلة. الولاد اللي حواليه هالولد هذا، الولاد اللي معك، خصوصا للأمهات اللي عندهن ولد مراهق، أنا بدي أعطيكي كمان توصيات صغار اللي لمصلحة بيتك ولمصلحتك ولمصلحة هالولد المخلوق اللي الله أعطاك إياه. وتقولي ليش أعطاني إياه؟ لأنه أنا مرة حكيمة. ليش أعطاني إياه؟ لأن أنا مرة مدبرة. ليش أعطاني إياه؟ لأن أنا عمالي بكون محتوي كل المتغيرات. عندك ولد، كيف فهمت من الرسائل اللي بعتت لي إياها سماح، إنه في عنا أمهات لمراهق. المراهق أصعب بكتير موقفه من موقفك. ليه؟ لأنه هذا مش ابنه المراهق. وكتار أكيد بدي يقولوا لي إلهام المراهق بتعاون معي أكتر مني أنا نفسي، وفي أمهات بتقولي لا، إلهام المراهق والولاد الباقيين كمان هني موجودين في هالبيت هذا، وكمان هني بحالة تراكمات. بدك تنتبهي لخمس إشياء لهذا المراهق، بدي أترجاكي تنتبهي لهم. خمس إشياء مهمين عندي مع الأولاد اللي من العشرة وفوق. المراهق عادة تين ايجر، يعني 13 14، أنا بقول لا من العشرة، حتى من العشر سنين بدك تنتبهي لخمس إشياء. إذا بتسمحي لي أعطيك إياهن وتسجليهن عندك ونحكي عنهم بتوسع إذا بتقدروا، بس بدي إياك تنتبهي لهن. أولادنا بالبيت بدهن يعبروا عن مشاعر سلبية، يي يفتح بجلدكو، يي انت شو ناقصك، يي، ومنصير نتدمر. خليه يعبر، اصغي وقصمتي. نص الحل للولد المراهق الإصغاء، والنص الثاني الصمت. ليه؟ إذا صمتتي بسمع حاله، بسمع كتير أنا مش عاجبني، أنا متضايق، أنا مقهور، أنا مش مبسوط، أنا هاي. خليه يحكيها، إذا حكاها هذا مش معناه إنه ولد وقح. إذا عبر عن مشاعر سلبية هذا مش ولد ما فيش عنده امتنان لربه، عم بيعبر عن مشاعر سلبية لأنه جسمه بحاجة للتعبير. النقطة الثانية، ماما معلش إذا أنا بغلط، انت كمان بتغلطي، ابوي بيغلط، انت وانت قدي كنت تغلطي. مننسى حالنا، مننسى حالنا انه احنا كنا نغلط. انا لحد اسا بحكيها مثل، بتضحكوا اسا رح تضحكوا معي. كنت كل ما احط البصل على النار اقول الهام خليكي قدام البصلي، ما تنشغلي، خليكي لانها بدها تنحرق. ومرقتي بغلطة وكمان غلطة، ومرات كتير كانت تنحرق لدرجة اني يمكن كمان شوي كان ممكن انك تعملي اشي خطر في البيت. وكل مرة بنسى، كل مرة بلتهي، مش لاني انا انساني مش مسؤولي ولا لاني انا انساني مش واعي، بس بفتح البراد بشوف اشي بالبراد بقول لي الهام نطفي، الهام زيحي، الهام حطي، بروح على الحنفية بعمل شغلي، لا بنسى. لحد إسا كنت أنسى، لحد ما جبت غاز على الكهرباء اللي بيحط بعير الساعة. هاي أنا، مسموح لنا نغلط ومسموح لأولادنا يغلطوا. إسا تيجي بتقولي لي إلهام بس ممكن يعمل خطر، ما أنا كمان كنت أعمل خطر. بدي أعطيكم مثالين صغار اللي إحنا قديش منكون مرات مثاليين ومننسى حالنا. إحنا منحبش أولادنا إنهن يغلطوا، منحبش إنهن يعملوا إشي مش مزبوط. مرة إلهام وهي صغيرة، بعطيكم مثل،
قالت انا بدي اخلي الماما تكون مبسوطه مني، حتى ترف وقفت تجلي للماما عشان بدها تاخذ استحسان، بدها تكون عند حسن ظن امها وهي عم تجلي وايديها صغار. مثل هذا عم بعطيكم مثل، وهي عم تجلي وايديها صغار، وقع منها فنجان. هي الماما ما كانتش منتبهه انها عم تجلي الهام، الماما كانت بغرفة تانية سمعت الكسر. ايش اللي انكسر؟ يا الله هذا طقم، هذا طقم انا يا الله. وبتركز الماما على الطقم وعلى ازاز وبتتدمر وبتشوفش انها الهام كانت بدها تساعد، الهام كانت بدها تاخذ محبة الماما. اجت جارتها للماما، واجت هاي الجارة وقعدت تزور الماما، والماما مبسوطة عليها للجارة، والجارة عم بتأشر وبتشبر. وقع صحن على الأرض أهم من اللي كسرته إلهام. شو قالت لها الماما؟ انكسر الشر. ما قالت لهاش ليش، ما قالت لهاش هذا طقم غالي، قالت لها انكسر الشر. إلهام سمعت، إلهام انتبهت، إلهام انتبهت وسألت، قالت ليش يا ربي أنا لما كسرت الفنجان صيحت الماما علي وبختني وقالت لي هذا طقم غالي، بينما للجارة قالت لها انكسر الشر. تذكري إنك أنت تتعاملي مع الغريب أحسن ما بتتعاملي معي ماما. في يوم أجى عبالي كمان أنا إني أخذ فنجان شرابي وأفوت على الصالون، والصالون مسكر بابه ممنوع إلا بس للناس. قعدت أنا أتمتع فيها الصالون وأشرب، وأنا أشرب طبعا وقع مني على الصالون على الكنباي ووسخت الكنباي. طبعا كمان الماما يا الله بالباقي لكوش إشي، انتو بتعرفوش تقدروا، ولك شو فوتك هون، ليش فوتي هون. أخدت على راسي كتير تذمر وتوبيخ. أجت الجارة نفسها وقعدت تشرب قهوة وكبت قهوة على الكنباي، قالت لها تعرفي شو قالت لها؟ انكسر الشر لما كسرت الصحن، لما كسرت الصحن ولما كبت القهوة على الكنباي. قالت لها خير، خير للغريبة، قالت لها خير لإلي، قالت لي كيف هيك سويتي، بتلبق لكوش إشي، انتو ناس بتقدروش. ليش الماما قالت لي ما قالت ليش خير؟ ليش لما أنا كبيت الشراب على الكنباي ما قالت ليش خير؟ وبختني وقالت لي هاد بالبقى لكوش إشي، أنتم ناس بتقدروش. فهاد هذا كمان تنبيه تاني لإلكو، بسمح لي، مسموح لي ماما أعبر عن مشاعر سلبية، مسموح لي ماما أوقع بخطأ. بعدين ماما ما تقارنيني، ما تضلك تقارنيني بخالي، ما تضلك تقارنيني بعمي، ما تضلك تقارنيني بأخوي. أنا عايشة معك بشخصيتي، أنا متميز، أنا عندي شخصية خاصة. ماما تذكري ماما إنه أنا مغاير، علاماتك مش منيحة، روح شوف ابن الجيران ولك يفتح بجلدك. إحنا كتير منوبخ ومنقارن. الله يخليكي ما تقارنيني، أنا بحب إنك أضلني بعينيكي متميزة، أضلني بعينيكي أنا إنسان عندي تقدير الذاتي، وأنا بحب أبسطك ماما. رابع إشي وكتير مهم هذا اللي فيه مرات كتير ماما، أنا بحب أطلب المزيد. جبيلي خالي، خالتي أخدته، خالتي أعطته، عمي جاب لابنه، ابن صفي اشترى، بهمش ماما، بطلع لي. بهمش ماما إذا أنا طلبت المزيد. اسمعيني وقصمتي، نص العلاج لإلي ماما إنك تسمعيني وتصمتي، والنص الثاني طبعا الصمت. فطلب المزيد ليه؟ لأنه هذا حاجي عندي بداخلي. هذا مش معناه إني عم بسيئلك أو عمالي بنتقدك أو عمالي مش بحبك. أنا مش جاحد، أنا مش طميع ماما، أنا بهاي المرحلة العمرية بهمش أطلب المزيد. آخر خامس طلب مني إلكو، تمرد، بديش، قلتلك بديش.
انت بتعتبريني انا وقح، ممكن تعتبريني انا ما عنديش اخلاق. لا ماما، انا متمرد لاني بهذا العمر انا متأجج ماما، انا بهذا العمر مش واسعني جلدي، انا بهذا العمر التأجج العاطفي عندي مش متوازن ماما. معليش اسمعيني وقصمتي، معليش ماما اذا انا باجي بقولك ليش يعني انا لازم اروح معك، كان عنا عيد قبل جمعة، ليش لازم انا اروح اعايد، هيك اخلاقنا هيك عاداتنا وتقاليدنا. هو مش قصده ماما، مرات كتير ممكن كمان استغفر الله العظيم ينتقد الدين تبعنا. معليش ماما، بتمرن على انه يكون في مناظرة معك، يكون يحكي لك ايش عم بفكر. اذا انا وبخته بطل يحكي لي ماما، انا بدي اعرف بايش عم بفكر. عاداتنا تقاليدنا قيمنا اخلاقنا، هو قيمنا واخلاقنا حتى انهي بجملة صغيرة، هو بشوفها منك ماما. هو بدكيش يعني اكذب، ما تقولي قلها انا مش هون. بدكيش يعني ماما اضحك بصوت عالي ومش حلو، ما تضحكي ما تقعدي ما تتصرفي، لأنه القيم والأخلاق مش بالتعليم، القيم والأخلاق بالاكتساب عن طريق تقليدكم. أنا بقلدكم ماما، أنا بعرف القيم والأخلاق من عمي من سيدي من ستي من أمي من خالتي من العالم المحيط فيي. وما تجربوا ما تجربوا تعملوا على إنكو إنتو بدكو تربوا العالم، إنتو تصرفوا حلو وشوفيني أنا يا ماما كيف بتصرف حلو، إنت اضحكي حلو شوفيني يا ماما كيف بصير أضحك حلو، وحتى أفرجي القيم كمان أكتر وأكتر، وإنتو تحضروا مسلسل وإنتو تتفرجوا على فيلم. بدي إياكو عشان تخلوا القيم تتوثق عند ابنكو، شوفوا الصور الحلوة بالفيلم، ما تشوفوا الصور المش حلوة بالمسلسل، امدحوا الصور الحلوة بالفيلم، ما تمدحوا ما تذموا الصورة المش حلوة، ما تركزوا على السلوك غير المستحب، ركزوا على السلوك المستحب. وأعطيكم مثل صغير، أنا كنت أدرس في كتير مرات ويطلع مسلسل اللي لما كنت أعلي أقولين ياي شو بحب هاي الشخصية، ياي شو بحبه هذا المسلسل، ياي شو بحب هذا البطل كيف قاعد كيف بيحكي كيف صوته واطي. بصيروا ينادوا علي لما يطلع المسلسل، بقولك ماما ولك ماما بطلع المسلسل اللي بتحبيه. ليه؟ لأنه كنت أركز على السلوك المستحب وهني ركزوا معي وهني انتبهوا للسلوك المستحب. إحنا مجتمع عربي كتير بقدره كتير بحبه كتير بفتخر فيه، بس عنا نقطة اللي احنا تربينا تربية تقليدية اللي فيها مننتقد. انا بديش ننتقد، انا بديش نشوف الصورة اللي مش حلوة، انا بدي نشوف الصورة الحلوة. يعني لما منروح على العرس واحنا قاعدين ومراقبين، مش نروح نقول شو قدموا، يي شو هاللبس، يي شو هالذوق. أروح وأقول مع أختي مع أمي مع خالتي، ما أحلاها كيف كانت مرتبة، ما أحلى تقديمهن. أركز على السلوك المستحب لحتى أطور عند أطفالي سلوك مستحب. جملة أخيرة، أهم جملة عندي إسا، هذا اللي أخدته مش بس نعمله اليوم بس نروح، كل سلوك بحقق لنا رغبة، انتبهوا كمان مرة، كل سلوك بحقق لنا رغبة منكرره. بدي أتحدى حالي وبدي أكرر هذا السلوك لحتى يصير عندي عادة. وإذا صرت أم عندها هاي العادة بالتوصيات اللي أنا أعطيتكم إياهن، لواحد وعشرين يوم متكرر ثابت، كمان مرة، 21 يوم متكرر ثابت، إذا غلطت ورجعت للعادة القديمة بدي أرجع أعد من جديد. العادة لازم أنا تصير عندي وأقول برافو إلهام، والله وزبطتي وبطلتي مكشري وصرتي دايما بشوشي وإنتي مدايرة بالك على حالك وعمالك تنتبه للإخوة،
ياي 21 يوم، وكل ليلي سجلي اليوم أنا كنت إلهام ثابتي بالتحدي تبعي. وأقول لك الصراحة، بعد 21 يوم رح تكوني شخصية تانية، رح تكوني شخصية الكل بده يتعلم منها، الكل بحب يسمعها، لأنك إنساني صارت عندك عادي بسلوك مستحب لإلك، للطفل السندروم داون، ولولاد البقايا، وأكيد لجوزك كمان، وأكيد لعيلتك كمان، وبتصير المستشارة تبعتنا. إذا في أي سؤال، إذا في حدا بده يناقشني بنقطة ما عجبتوش، مش راضي عنها، مش قابلها، مش حاببها مني، مش حاسسني إن أنا واعي لإلكو، إذا في أي تساؤل أنا مستعدة. حبيبتي هلا عندي ابني، انا حاله خاصه، اوكي، حاله ابني تاخر بالنمو العقلي، بحكوا لها فراجايل اكس سندروم. هلا ميزه هاي الحاله انه الطفل بيكون عنده تيجي بيوم نوبات من العصبيه متعدده، يعني اكثر من مره على اي شيء بيعمل لك مشكله. هلا صارت عنده نقطه يستغني، عرفتي علي كيف؟ انه الصوت واصل. واصل الصوت، واصل. هلا بستغلني بنقاط كثير. هلا بلشت لما صرت استخدم معاه الشده والعصبيه، ما ينفعش بصراحه، مرات كنت الجا اضرب، فانا مرات بحتار يعني ايش اعمل معه. مرات بحس انه الشديه والقوه معهم ايقاف اكثر ما يتبرد عليك. خلاص سالتي ماما؟ سالتي نعم صح ولا خطأ؟ تصرفي صح ولا خطأ؟ خلص وصلت الرسالة. في كمان سؤال؟ كأطفال توحد مثلا، شو كيف بنقدر نوصلهم صورة العقاب؟ يعني انت اذا ما عملت هاي الشيء بنعاقبك بشيء معين، شو العقاب اللي لازم نعطيهم اياه؟ طبعا مش الضرب، انا ضد الضرب. نعم بس سمعت سؤالك، نقدر نخوفهم فيه مثلا. ممتاز، يعني سمعت سؤالك. شيء ثاني؟ اذا في سؤال ثالث. أنا نفس الإشي، عندي بنتي 15 سنة، كثير عصبية، عنيدة جداً، بضلها تصيح، يعني إنه ما تعمل، يعني هم عندي بالبيت الأولاد بيعاملوها زي أكنها كبيرة، بحكي لهم هي مش كبيرة، يعني هي مخها أصغر من يعني من عمرها بكثير، يعني أمراتاً أنا يعني ما بدي أضربك، ردي ماما عيب، أنت كبيرة ما بصير بتعملي هيك، أنت بنت، أنت صبية، أنت حلوة. اخر شيء تضرني اني يعني اني الجا لها للضرب، يعني انه خلص، او اني اصيح عليها واعمل يعني حاله رعب بالبيت، ساعتها دغري بترد غيره، يعني دغري بتغير، يعني كيف بتحكي اذا خوفتي حد بخافوا كلهم غيره. في سؤال ثاني سماح؟ بنت عندها تاخر بس كثير بتخاف، يعني هذا المانعها من المشي، ما بتمشي. مشكلتها عندها الخوف، يعني لو انه الخوف يروح منها بتصير تمشي. نعم هاي مشكلتها. انا عندي ابني توحد بس ما بيحكي، فبعاني اخوانه مش متعاونين معه، ضل يصرخ طول الوقت. فيعني طول ما هو قاعد بالبيت حركته زياده، فما بعرف كيف اتصرف معاه عشان اني اقدر اتفاعل معه، لانه ما بيقدر. حبيبتي نهائي احكي لانه والله ما شاء الله عليها من صغيره واحنا معتنين بها انا وابوها، بس ابوها الله يرحمه توفى وترك لي اياها امانه. بقول لها اعملي هذا الغلط عشان اعطيك التليفون تلعب عليه، بتكيف، المهم انه التليفون ينشحن وظل تلعب عليه على طيور الجنه. انا عندي ابن اولاد اثنين اعاقه حركيه، البنت يعني ما عدلت لها سلوكها وهيك وهي صغيره، بس الولد لحد هسه لما بده شيء شغله مثلا او زعلان من شيء او مريض من شيء ظل يضرب راسه بالحيط. اي شيء قريب عليه، مش قادر اتخلص من هذا السلوك، حاولت يعني معه باسلوب منيح مش نعم يعني عمره 18 سنه ولحد هسه ما تخلص من هذا السلوك. قديش عمره هسه؟ 18 سنه. نعم معلش انا في عندي سؤال. نعم انا عندي ابني عمره كمان 18 سنه، هو توم، فما شاء الله واحد ذكي والثاني هو سامح اللي عنده بالتاخير النمو العقلي، فعنده مشكله الغيره. نعم نعم بدي يعني ادخل هاي مشكله الغيره. نعم وشكرا لك حبيبتي. حبيبتي انا حابه اني اوصلكوا اياها، ما بنفع مع الاطفال ولا عقاب
ولا ضرب، حرام. حدا بضرب عطية الله؟ حدا بده يعاقب عطية الله؟ اوعك اوعك، كل ما اجت ايدك بدها تنمد او كل ما جيت بدك تعاقبي تذكريني. كل سلوك بحقق لي رغبة انا بكرره، لما بتضربيني بتخوفيني، بتخلينيش اكرر السلوك المستحب. فبدل ما تضربيني ماما، وبدل ما تعاقبيني، امدحيني، امدحيني بسلوك عملته قبل شوي. بدل ما تبتدي تعطيني تعليمات زي ما الماما اعطيتك انا مثلين حلوين على الماما لما قالت انكسر الشر وخير، هذا كان سلوك غير مستحب من هاي الام اللي عملت مع هاي البنت. انا بدي هاي البنت تصير تكرر سلوك مستحب. فلما هي قعدت تجلي للماما والماما صيحت ووبخت وممكن ضربت، هذا ما كانش سلوك من الماما تخليني اكرر. فاوعك تسأليني شو العقاب وهل الضرب صح ولا مش صح. انت بتضربي هدية الله؟ انت بتعاقبي هدية الله؟ اوعك اسا تيجي تقولي لي شو البديل. البديل كتير، البديل لهاي النوعية من الأطفال وحتى الأطفال الطبيعيين اللي بتطوروا طبيعي دراما. بدك تتعلمي تعملي تمثيلية اللي تشديني لإلها، وهالتمثيلية اللي بدك تعمليها بدك تخليها تكون جذابة لإلي. يعني أنا مثلاً عمالي أكون بتصرف تصرف مثل ما سويت، أخذت كوباية وفت على الصالون جليت وكسرت. ييه عصفور يا عصفور، وينك يا عصفور؟ أنا سامع صوتك. بدل ما أبدأ أوبخ وأصيح أنا عمالي بعمل دراما وبحكي مع شخصية. يخلوه يخلوه، تيتا يا تيتا تعالي شوفي، وبتحكي إشي حلو عني. ضروري تعملي دراما وتستخدمي شوفي اسمعي شمي دوقي حسي. أنا استعملت الخمس حواس وإنت عمالك بتقوليهن، قاعدة بتجذبيني. أنا اللي عندي سيندروم داون، اللي عندي توحد، عمالك بتشديني لإلك ماما وعم بحبك أكتر. بدل ما أخاف منك وأرج منك عم بحبك أكتر، وإنت عم تمدحيني. قاعدة بتعملي دراما وقاعدة بتمدحيني ماما. ياي ما أحلى حياتي عندك بهالبيت. الآن للولد اللي بخاف كمان نفس الشي دراما. يي بيسا بيسا يا بيسا بيسا، مياو مياو، تعالي شوفي ابني ما أشتره، ها عم بمسك مع الكنباي، عم بمسك مع الكرسي، شوفي شوفي كيف نقل، شوفي كيف. امدحيني ماما، دلك اخترعي اخلقي جو جميل عشان تخليني أصير أستجيب وأصير أعمل سلوك مستحب اللي أكرره ماما، وأصير كتير إنسان اللي عند حسن ظنك ماما. لأني أنا بحب أكون محبوب، بحب تمدحيني ماما حتى لو كنت متعصب. إسا اللي بضرب راسه، اللي بضرب راسه خوفك، مسح فيك الأرض، خلاك تصير ترجرجي، خفتي على راسي. استخدمت أنا هاي الطريقة عشان أخليك تنتبهي لي. تجاهليني، ومش بس تجاهليني، اوعك تجاهليني وبس، اعملي دراما وامدحيني. انت شفت يا بابا، انت شفت يا سيدو، انت شفت يا تيتا، انت سمعت، انت لاحظت يا تيتا كيف ساعدني اليوم محمد وأنا أعمل معه الفطيري؟ انت شفتي يا سيدو كيف كان معاي رتب الطاولة؟ قاعدة بتعملي دراما وبتستعملي شفت سمعت لاحظت اللي فيه، قاعدة بتمدحيني ماما عشان انا هذا السلوك اصير اكرره ماما. كل ما مدحتيني وركزت عليه كل ما انا صار عندي عادي ماما، بينما كل ما ضربتيني ماما أنا بصير أكرر السلوك المستحب لأنك ركزت عليه وصرت أنا أكرره. كل ما عاقبتيني ماما، انتبهتوا شو قالت أم سمر؟ قالت أنا بعطيها التليفون
لما هي بتسلك سلوك مستحب. يعني بدل ما أعاقب أنا عمالي بمنح، بدل ما أمنع العقاب هذا بخليني أصير إنسان قاسي وأتعود على سلوك غير مستحب. الضرب بخليني أصير قاسي وأتعود على سلوك غير المستحب. أنا بدي ماما تعوديني على سلوك مستحب بالدراما وبالحواس. وبدي أقول لكم شكرا، كان لقاء كتير مثري، أنا انبسطت أكون معكم اليوم، وإلى اللقاء بأسابيع أو بأشهر قادمة. عم بيسألوا الأمهات عن صفحتك، حكيت لهم أنا رح أبعت لهم رابط صفحتك على الإنستغرام. أنا بدي إياكم تعرفوا إنه اللي اليوم حكيناه رح يساعدكم كتير إذا كنكم تثبتوا عليه، وكل ما نسيتوا حالكم ارجعوا عدوا من جديد. أنا بحبكم وبحب إنكم أنتوا تكونوا محلي بالحارة تبعتكم وبالعيلة تبعتكم وتصيروا مستشارات كمان.